هو الحضور ديالي كما اقول دائما هو حضور طبيعي، انني مواكب دائما الحركه السينمائيه ولا سواء المسرحيه. فين ما كنعرف بانه كاين شي عرض مسرحي او كاين عرض سينمائي كنحضر باش لاطمئن قلبي فين وصلت السينما المغربيه، فين وصل المسرح المغربي. ولو اننا عندنا مجموعه من المؤاخذات، ولكن نحن نشجع المنتوج المغربي، لان ليس فقط لاننا ننتمي الى هذا الجسم، ولكن لاننا نؤمن به ونعرف انه قادر على انه ان شاء الله يقدم ذاك الاهداف الحقيقيه اللي تخلق من اجلها الفن. هو كيدخل في اطار واحد. ملي كشفنا مجموعه ديال الاعمال كما قلتي مرات هذا الاسبوع حول السينما والافلام المغربيه، فهو كيدخل في اطار مقاربه الكم التي نهجها المركز السينمائي المغربي، يعني خلق مجموعه من الافلام ودعمها بانها تكون متواجده. ولكن في اطار المنافسه كما كتشاهدي الان، نتمنى كنفرح نشوف بان الزحام اللي شفنا قدام سينما ميغاراما نشوفوا على فيلم مغربي. ووقع ان افلام مغربيه نجحات غير مؤخرا مع واحد الصديق ناقد وكذا، حاول يتحفظ على فيلم 30 مليون. قلت لي لا يا اخي، انا فرحت ملي شفت الناس دايرين الصف باش يدخلوا يتفرجوا في ذاك الفيلم. نبداو بهذه القضيه، نشجعوا هذا المستهلك المغربي على استهلاك المنتوج الوطني، ومن بعد نشوفوا الكيف. اكيد حنا ماشي نقدروا نكونوا بحال المصريين، حنا كمغاربه وانت خصك تكون مفتخرة بها، حنا نقدروا نفوتوهم. هذه مسألة لا نقاش فيها، هذه ما بغيش ياخذك فيها الشك. شريطتها أن تتوفر الشروط. الشروط هو تشجيع الإنتاج الخاص، لا نهوض للسينما بدون انخراط القطاع الخاص في الإنتاج السينمائي. وملي كتقول الإنتاج السينمائي هو أن صناعة النجم، صناعة اش كيقولوا ليه؟ النجم الشباك اللي غيحرك لك الجمهور ويجي يتفرج، ومن بعد كتكون اعمال اخرى اللي كتشتغل على كما كنقول نسميهم لي فيلم دوطور. مي مالوغوزمون حنا في المغرب مع الدعم ما درنا ني لي فيلم دوطور ما درنا ني لي فيلم كوميرسيال، فهمتي؟ ما هذا هو الاشكال. فوزي بن سعيد، وزير فوزي بن سعيد كان استقبل عنده الممثل رفيق بوكر هاد السيمانه هذه مع واحد المغني شوقي، طنجاوي شوقي. عرفتوا ذاك المغني طنجاوي؟ هو طنجاوي مع رفيق بوبكر. زعما واش نتوما دابا انت حطيتي فوزي بن سعيد مع شوقي اللي هو مغني، ومع رفيق بوبكر اللي هو ممثل. نتوما دابا ما كتشوفوش بان فوزي بن سعيد بما انه هو جان يقدر يعطي واحد الروح جديده لهذا الشيء ديال الفن اون جينيرال؟ لا خصنا نهضروا ونعطيو لكل ذي حق حقه. فوزي بن سعيد كيبقى من العلامات المضيئه في السينما المغربيه، هذا واقع. انه فوزي بن سعيد كيبقى يكاد يكون رقم واحد بيننا وبينك راهنا في السينما المغربيه، اللي راه كان في مهرجان برلين وتواج وكيحظى بواحد الاحترام كبير حتى في كان في المهرجان. فوزي بن سعيد كيبقى من السينمائيين الذين نعتز بهم. وانا شخصيا على المستوى الشخصي انا كنعتز بالافلام ديالو اللي شاهدتها ليه، وحي فيه هذه القدره على المزج ما بينه هو المحكي بشكل كلاسيكي وخلق لغه سينمائيه على المستوى العالمي المتعارف عليها. هذا ما يميز فوزي بن سعيد. كيجي في المرتبه الثانيه، يمكن انا لا اصنف الاشخاص، ولكن كيجي نبيل عيوش بغينا ولا كرهنا اللي شرفنا بحضوره في مهرجان كان. هذا ما كان. اما بالعكس فوزي بن سعيد من الناس اللي كنوا له تقدير واحترام واستطاع ان يفرض نفسه. ولكن كما قلت في السؤال اننا محتاجين اننا الجمهور يجي للقاعات. نتمنى ان المخرج من بعد يصور الناس كيفاش شادين الصف على سبايدر مان وعلى افلام اخرى، باش ان شاء الله نشوفهم يتزاحموا على فيلم مغربي، وديك الساعه تكون السينما ان شاء الله السينما المغربيه بألف خير. شنو هو الجديد ديالك؟ الجديد هو مسلسل القلب مريض مع المخرج علاء كعبون، مع تولى ديال الممثلين المحبوبين اللي كيبغيو المغاربه، امين نجيد ونيا بوطازوت رفيق بوبكر كما قلتي. ان شاء الله نتمنى انه يحقق النجاح اللي حققته المسلسلات السابقه بحال التجربه مع دنيا بوطازوت.
دنيا بوطازوت متعه للشغال معها، لانها واحد الانرجي، واحد الطاقه حقيقيه ديال الممثلات المغربيات والمحبوبات اللي كيحبوهم المغاربه، وهذا كيسهل الماموريه. كاين الناس اللي غيبركوا يتفرجوا غير حيت فيه دنيا بوطازوت، هذه ما خصهاش تخفيوها، وهذا هو السغل اللي خصنا نستغلوه في السينما. ملي يكونوا عندنا نجوم بهذا الكم الهائل من الحب، خصنا نستغلوهم في السينما باش يجيو الناس يتحركوا ويجيو يتفرجوا في فيلم مغربي. جمهور تحيه لكم، كنحبوكم، رمضان مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه، والحمد لله رحنا غادي كنتجاوزوا كورونا، ونتمنى نتلاقى معكم السنه المقبله تكون سنه احسن وافضل، والمغرب يكون افضل. للمغرب واحد البلد اللي خصنا كنا نعتز بالانتماء اليه. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.